رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين. دايما بس نحكي عن ستريس بنقول ما في أحلى من اليوغا. هو فعلا ما في أحلى من اليوغا. قبل لما كنا نشوف تابلويات اليوغا نقول إيش شو عم بيعملوا، بس لما صرنا نشوف أشخاص قد إيه عم بيتداووا قد إيه عم بيستفيدوا من فن اليوغا، أنا بسميه فن لأنه هو فن قائم بذاته، صرنا متعلقين بهيدا الشيء يلي بلحظات قليلة وبتدريبات عديدة كمان من بعد ما نمشي فيه تباعا بنوصل إنه نتخلص كليا من ستريس. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، هو الحامل واليوغا. بنسمع كتير اخبار انه فيها الحامل تعمل يوغا او لا ما فيها تعمل، او افضل انه تعمل حركات بسيطه. للاحاطه بهيدا الموضوع من كل جوانبه معنا مباشره على الهواء جوزيان عزار، مدربه يوغا. بونجور. كيفك اليوم؟ منيحه وانت؟ اهلا وسهلا فيك. انا منيحه الحمد لله. شغله كتير مهمه لانه نحن بنسمع عده اطراف، طرف بيقول لك ايه فيها تعمل يوغا، طرف الثاني بيقول لك حركه بسيطه باليوغا، طرف ثالث بيقول لك افضل ما تعمل يوغا ليصيروا شيء البيبي. هلا انت شو بدك تقولي لنا من خلال خبرتك؟ في معتقد غلط انه المراه الحبله كانه مريضه. انه هذا اول شيء بدنا نغيره المعتقد من اساسه، المراه الحبله منا مريضه. اكيد اليوغا بالحبل من البراكتسز الاكثر شيء سيف، يعني الاكثر شيء امنه. نحن اكيد بنفضل على طول ناخذ الكليرنس الاوكي من الحكيم، لانه نحن ما بنعرف اذا هي عندها مشاكل محدده بالحبل، هو بيقول لها ساعتها انه لا ما فيك. بس اذا حبل طبيعي ما في اي مشاكل اكيد فيها تعمل من اول يوم لقبل ما تروح تولد يوغا، ما في اي مشكله، وبالعكس بيساعدها بالحبل وبيساعدها على الولاده. فاكيد فينا نعمل يوغا واكيد لازم نتحرك بالحبل. المعتقد انه لازم ننام وما نتحرك وما نعمل شيء كثير خاطئ، لازم تكمل حياتها طبيعيه ولازم تتحرك. هذا الشيء بيساعدها خلال الحبل لنخفف نتفة من العوارض تبع الحبل تبعنا، يعني وما نزيد وزننا كثير وما يزيد وجع ظهرنا وما نتقل كثير، ونقدر نولد كمان بطريقه سهله. فطالما الحكيم قال لها اوكي ما في مشاكل مخصصه ممنوع تعمل فيها الحبل، تعمل فيه يوغا والبرينيتال يوغا سبيسيفيكلي اللي هو مخصص للمراه الحبله، ما في اي مشكله بالعكس. يعني قلتي شغله كثير مهمه، قلتي الحامل منا مريضه، في حين انه نحن كثار عندنا خاصه بالشرق الاوسط بشكل عام بلبنان كمان بيعتبروا انه كل حامل هي مريضه، فما تمشي ما تتحركي، كلي هيك، كلي عن اثنين، كلي عن ثلاثه، اشربي ما بعرف، انه بالنتيجه انه مزبوط عم بيتكون جنين بداخلها بس هي بعدها بصحه جيده، منا مريضه، بعد فيها تتابع حياتها. اليوغا هون بتشتغل على شو مع المراه الحامل؟ وهل بتختلف حركات اليوغا مع المراه الحامل عن مراه عاديه؟ الحركات اليوغا اللي بنعملها عند المرأة الحبلة في كم شغلة بنغيرهم، في اشياء كتير لا مثل كأنه صف العادي، بس في كم حركات ممنوعين ابدا عند المرأة الحبلة بنعدلهم، يعني بنعدل الحركة. مثل مثلا اكيد المرأة الحبلة ما فيها تنام على بطنها، ما فينا نكبس هالقد، فالقصص اللي عادة الحركات اللي بنعملها لنفتح الظهر بنغيرهم، ما بنقعد نعملهم نحن ونايمين على بطننا، بنعدلهم. المرأة الحبلة ممنوع تحبس نفسها لأن نحن بنعمل حركات تنفس باليوغا، في منهم أوقات نحبس النفس فيهم، بنكمل نعمل لها حركات تنفس بس من دون ما نحبس النفس لأنه هي اللي بتقطع الأكسجين دايركتلي للبيبي هي عم تتنفس. يعني تعديلات صغيرة، ما بنقعد بننام على ظهرنا عادة، إذا كانوا يتابعونا بننام على ظهرنا لنرتاح شافاسنا بالاخر، بنغيرها بنصير ننام على جنبنا لانه المراه الحبله كمان ما لازم تنام فتره طويله على ظهرها. يعني تعديلات صغيره بس في كثير بوسترز كومن بين الصف العادي وصف البرينيتال. طيب اكيد نحن ما ممكن تكوني عندنا باستديوهاتنا الا ما نشوف. أيه؟ بدنا نشوف بأم العين الحركات أكيد. يلي ممكن تقوم فيها المرأة الحامل، وهالشي بيؤدي انه ترتاح شوي شوي من ستريس، يكون حبلها جيد وبمكانه الصحيح، وهي قد ايه بترتاح نفسيا لما بتحس حالها انه بعدها عم تتحرك وبعدها عضو فاعل بالمجتمع، مش قاعدة ما تجمدي وما تتحركي. اكيد اكيد. تفضلي يعني المسرح لإلك، البيس لإلك، تفرجينا بعض الحركات جوزيان. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. رح نبلش اليوم السان ساليوتيشن اللي هي عاملينها صرنا مرتين قبل بالحلقات، رح نعملها الخاصه بالمراه الحبله حتى اللي تعرف كيف بنعدلها بطريقه كثير سيف، ورح يشوفوا هن قديش هذا الموضوع كثير سهل، يعني ما في اي مشكله وقد ايه بيريح بذات الوقت. بنكون عم نريح عضلات الظهر وبذات الوقت عم نحمل الجسم كله وعم نشد كل عضلات الجسم. رح نوقف قدام بالمات، عاده نحن بنسكر اجرينا بالسان ساليوتيشن، رح نخليهم واسعين، يعني بتخيلوا
بيعتبروني مع بطن، لأن لما رح نطوي لقدام بدنا نترك مجال للحبل يكون منه عم نكبس بإجرينا على الحبل تبعنا. فحوسع إجري، رح نبلش بالإيدين مع بعض، ناخذ نفس، رح شد إيدي لفوق، بقرب نتفي الحوض لقدام، لما نطلع النفس رح نوطي، وبحط إيدي من جوا مش من برا، فيني وسع شوي أكتر إذا بحاجة، وفيني أطوي الركبة إذا ما عم بقدر دق على الأرض. نبلش بإجري اليمين لورا، منرخي الركبة وبشد قد ما فيي فخذ اليمين لقدام، بدقن لفوق. رح رجع إجري الشمال لورا، بفتح الركب وبقعد لورا على كعب الإجرتين ورخي رأسي. نحن هون عم نحكي بأي شهر، يعني هي بيكون بعدها حامل ولا صار لها شهر شهرين ثلاثة؟ عادة منبلش من الشهر الرابع، يعني second trimester، لأن أول trimester بيكون بعد فيها تعمل كل الحركات، يعني بعد ما في مشكلة تنام على بطنها. بس من تقريبا 12 ل 15 أسبوع، لما يصير حبلي 12 ل 15 أسبوع هو اللي بننتقل فيه لهالحركات، لأنه ما بيقعد فينا ننام على البطن. أوكي، من هون أنا عليت كعب ظهري طلعت لفوق، يرجع منطلع النفس، منجلس الركب، منشد قد ما فينا كعب الإجرتين لتحت، ناخد نفس، إجري اليمين برات إيد اليمين، كمان شد إجري الشمال لقدام، نطلع لفوق، طلع النفس تاني إجر، ناخد نفس، منشد إيدينا لقدام، برجع شوي لورا. رح نعيد عملية الشمال، باخد نفس، طلع نفس ايدي سوا، منشد الايدين، طلع نفس شوي شوي، بوطي لتحت، اجري الشمال لورا قد ما فيي ببعدها، ركبي على الارض، ناخذ نفس، نطلع لفوق، نرتاح تشايلدز بوز، طلع النفس، وسع الركب وبرتاح، ناخذ نفس من قريب، طلع نفس لورا، اجري الشمال، ناخذ نفس لقدام، بريح الركبة، بتطلع لفوق، طلع النفس تاني اجر لقدام، برخي راسي لتحت، ناخذ نفس، منشد الايدين والظهر، نطلع النفس، منريح الايدين. رح نعيدها بعد مرة، ايدين سوا، منعلي، طلع نفس، منوطي لتحت، ركبة اليمين، نفس غميق، طلع النفس، برتاح، نوسع الركب قد ما فيني، رجع حالي لأقعد على كعب الإجرين ومنريح راسنا، ناخد نفس من قريب لقدام، منعلي كعب الظهر وطلع لفوق، طلع النفس، منجلس الركب وبشد قد ما فيي كعب الإجرين لتحت، برخي الراس، يمين، شمال، ناخذ نفس، منعلي الايدين، منطلع النفس. كل حركه قد ايه لازم تعملها على التوالي المراه الحامل ليضل فيها تعطي ولما تتعب كثير؟ هلا نحن بنلحق تقريبا كل وحده قد ايه قدرت تعمل، بنبلش عاده على القليله 4 مرات هيدي اللي عم نعملها هلا، بس بدنا نزيد لل5 أو 6 مرات. اوكي، بس اكيد اذا عم تتعب او اذا صارت بالتاسع وصارت حاسه جسمها تقل، اكيد فينا نخفف شوي، يعني بنلحق هي شو عم بتقلنا. نعم، نجلس الجسم، الاجرين، برخي راسي، اجري الشمال لقدام، يمين، ناخذ نفس غميق ومنطلع النفس. رح نرتاح شوي هون، لكن عادة سان سالوتيشن بنعيدها بعد 3 أو 4 مرات لنعمل 5 أو 6 راوندز، بس هلا رح نعمل بس 2.
طيب فيها تاخذ مثلا مي، فيها تشرب، فيها تاخذ شيء سائل، ولا يفضل لا بس بدها تعمل يوجا بدها تركز لا. كل الوقت على اليوجا؟ 100% مثل زيت الرولز اللي بنعملهم على العالم العادي، عاده لازم ما نكون اكلين على القليله ساعتين قبل ما نبلش نعمل حركات زياده للمراه الحبله، لانه بتعمل كثير حرقه، عندها رفلو. دونك ديجا لما رح نعلي ونوطي كثير نعمل حركات اذا اكله حيزيد الرفلو، فلازم على القليله ساعتين من دون اكل ونص ساعه من دون مي، وهي الصف كلها الحصة ساعة، يعني ساعة ما بيأثر إنها ما تكون أكلة فيها، بترجع بتاكل من بعد ال إيه يعني بتتحملها، مش عم تقعد 3-4 ساعات بلا أكل. 100% رح نرتاح، رح نبلش ننام شوي على ظهرنا، ما حنطول، رح نعمل شوي حركات للحوض نحن ونايمين على ظهرنا. رح أطوي الركب ومنقرب قد ما فينا كعب الإجرين صوب جسمنا، الإيدين مرتاحين على الأرض والرقبة مرتاحة، خلي دقني نتفه لجوا لريح رقبتي. لما رح ناخذ نفس رح حلي قد ما في الحوض لفوق، لما نطلع النفس رح نوطي الحوض لتحت. من جديد باخذ نفس بعلي قد ما في، طلع النفس شوي شوي من رخي. بعد 3 مرات اخر مره رح نعلي ورح نعلي ونخلي الحوض لفوق، ونتنفس على البطيء. وشوي شوي منرخي، رح اطوي الركب لعندي وشدهم، منخليهم واسعين لما نضغط على البطن، وقد ما فيي شدهم لعند جسمي. هذا شيء ما ممكن يضايق البيبي ابدا ولا ابدا بأي لما نخلي الاجرين موسعين ما بنكون عم نكبس على البطن، ما في ابدا مشكله. منريح. حركه ثانيه كمان بنعملها كثير بالحبل اسمها هابي بيبي بوز، رح نلقط كعب الاجرين الشمال، بلقط اجري الشمال بايدي الشمال واليمين باليمين. اللي مش قادر يوصل لكعب الاجرين فينا نلقط يا اما الانكلز او حتى الفخاد من ورا. الفكره انه نخلي الركب ينزلوا قد ما فينا حد الريب كيج، حد العظام تبع الصدر، ونشدهم صوبنا قد ما فينا. الاجرين لفوق باراليل على السقف وعم نشدهم قد ما فينا لتحت. هيدي الحركه شو بتعمل بالتحديد؟ كمان بتساعد نزيد الليونه تبع الحوض تبعنا، لانه هي بحاجه لهيدي الليونه بهالمنطقه لمن بدها تولد. نحن كمان نشتغل كثير على الموبيليتي تبع الحوض، يعني قد ايه فيها تحرك الحوض تبعها. هلا بعد شوي رح نعمل ندفي حركات لهالموضوع. طيب وهيدا بعدين يعني اذا كفت باليوغا وما وقفت، هالشي بيسهل لها عمليه الولاده جوزيان؟ مزبوط، هي نحن عم نشتغل لنرتاح بالحبل، لنرتاح وقتها بدنا نولد الليبر والدليفري، يعني وقتها بدها تشد كمان تكون محضره الحوض تبعها حتى لا تقدر تشد بطريقه مرتاحه. اوكي؟ رح ابرم على الشمال، رح اقعد حتى نبلش شوي تمارين للحوض نحن وقاعدين. يعني اسم الله عليك عم بتطلع عم بقول هول اللي عم تعمليهم هلا نحن كم سنه ضوئيه او لك بدنا ليصير جسمنا لين هالقد؟ بس اسم الله عن جد اسم الله. لا بس انا الي زمان بعمل، يعني ما لازم واحد يتطلع انه انا قطعت مرحله طويله لوصلت لهون. فالواحد ما الواحد يعمل ريجولرلي البراكتس، انه مش انه انا جايه من غير كوكب، انه مين ما كان فيه يمكن حتى اكثر من هيك يعمل. قد ايه صار لك على فرد سحبي بتتعطي اليوغا؟ 2010 يعني 13 سنه. اوه شفتي؟ اكيد بدنا 100 سنه ضوئيه لنصلي. لا 13 اقل من 13. هو دغري واحد ببلش يحس عن جد من بعد 5 أو 6 جلسات ببلش يحس قد ايه جسمه عم ببلش يصير احسن. أكيد كل شهر شهرين، يعني كل ما بيزيد الوقت كمان بيتحسن الجسم أكثر. أكيد أكيد. الباترفلاي على طول بنعيدها لأن هي من أحسن الحركات اللي ترخي فيها الورك، ظهر أهم شيء يكون جالس، ونحرك الركب لفوق ولتحت. حلوة كثير هالحركة، متعبة ولا مثل ما عم نشوفها هالقد مريحة؟ فينا نكون قاعدين على التي في، ويعني هلا فيك تعمليها معي ونبلش نحرك اجرينا، إذا عدناها كثير ما بدها تحمي لنعملها، يعني ما بنأذي شيء وبنكون عن جد عم نرخي الحوض. آخر مرة على طول بنخلي الإجرين شادين لتحت وبنطفي نتفة لنكبس نعمل بريشر على الإجرين، بستعمل الكوع تبعي لشد على إجري. باليوغا في كتير افور ولا لا؟ ما في افور، بدنا نعرف نتعاطى مع طاقة جسمنا.
100%. يعني على طول بنقول باليوغا ما بدنا نطلع من صف اليوغا تعبانين، لازم نطلع مرتاحين. اكيد نكون عم نعمل كتير افار بالصف، بس اذا النفس تعلمنا نخليه رايق ما بنتعب. يعني اذا ما صرنا عم نلهد كرمال هيك، كمان لازم نحترم قد ايه جسمنا قادر يعطي. اوكي، لما نكون عم نتعب كتير معناتها نحن عم نتخطى طاقه جسمنا، لازم شوي نرتاح. يعني ما لنا كومبيتيشن. رح القط الانكلز تبعي، لما رح اخذ نفس رح اقرب الحوض تبعي لقدام وشد صدر التشست لقدام كان عم ببرم وبرم، ولما نطلع النفس رح ابرم ظهري وهو الحوض اللي عم برجعه لورا، وشد بايدي جلس الكواع ووطي دقن لتحت. باخذ نفس منقرب لقدام، طلع النفس ببرم الظهر، عم بشد بايدي على اجريي ودقني لتحت. رح نعيدها بعد 3 مرات. قد ايه حلو المرأة الحامل إذا عم تعمل هيدا النوع من الرياضة يلي هو اليوغا، يكون مثلا زوجها معها أو مثلا رفيقتها الأنتيم معها، هالشي بخليها تكون مرتاحة أكثر لما بتشوف حدا عم بيسندها كمان من العائلة؟ أكيد، يمكن مش خلال جلسة اليوغا يكون هيدا أكثر الوقت لإلها هي، لأنه بنعمل ريلاكسيشن، نعمل بريدينج، دونك هيدا الوقت هي لحتى لي كمان هيك شوي تو كونكت مع حالها. بس اكيد نحن كثير بنشجع الجوزة يكون بالسيشنز التحضير للولاده، يذكرها كيف تتنفس، يذكرها كيف تتحرك، اكيد لازم يكون هو السبورت تبعها الداعم. يس. من هون رح نفتح الاجرين، نوسعهم شوي على بعض، ما بهم قد ايه بيفتحوا عن بعضهم، مهم الركب يكونوا جالسين. بنظبط قعدتنا بس للعظام يكونوا مرتاحين. باخذ نفس عميق، بشد ايدي لفوق، طلع النفس، ما بهم قد ايه بنقرب. يعني لو ايدي هون ما بهم، مش ضروري نوطي، بس انه قد ما بيسمح لنا جسمنا من الحوض نقرب لتحت، مش نكون عم نبرم الظهر. هيدي الحركه كثير بتساعد الدوره الدمويه اللي نحن بحاجه لها بهيدا على الحوض، فهيدا البوستير كثير بتساعد على هيدا الشيء. ورح نتنفس على القليله 5 مرات قبل ما نغير البوستير. بس تخلصي، انا ناطرتك لتخلصي ال5 مرات، لتقولي لنا قد ايه النفس مهم بعمليه اليوغا، قد ايه مهم نتنفس صح ونعرف ناخد الشهيق والزفير، اي متى بدنا ناخد النفس وكيف بدنا نرده لبرا. هو اهم شيء باليوغا، اهم شيء هي اليوغا. اليوغا اكثر شيء بيختلف فيها هو قد ايه بنركز على النفس، بس كمان للمراه الحبله، لانه وقت تبلش الطلق عندها اهم شيء تعرف تتنفس مزبوط، مش بس حتى يكون هي مرتاحه وعم تاخذ اكسجين منيح ونروق، بس كمان لتضلها مع المخصة عم تودي اكسجين كثير للبيبي، لانه بالمخصة شوي بخف الاكسجين عند البيبي. هذا شيء اكيد ما بيأذي، هذا شيء طبيعي، بس ما بيمنع انه نحن نكون عم نعرف نعطيه اكثر اكسجين من العاده لما ناخذ شهيق وزفير، يعني ديب ونز، لنبعت للبيبي اكسجين اكثر، بنخليه مرتاح لو اخذ ساعتها الليبر كثير ساعات اللي هو شيء طبيعي، بنخلي البيبي قد ما فينا مرتاحين خلال مع المغص. فمهم تتعود من هي وحبله انه تعرف تتنفس مزبوط لتقدر تطبق طريقه التنفس اللي نعلمها فيه خلال الحبل نهار اللي هي اكثر شيء عايزته، يعني نهار الولاده. اكيد نهار الولاده رح نرتاح ان تشايلد بوز من جديد، يعني رح اقعد على كعب الاجرين. اكيد لازم يكونوا الركب موسعين عن بعضهم، وبقرب ايدي. اذا مش قادرين نوطي الراس فينا نكون هون، رخي راسي فوق. اوكي، كل حدا حسب قد ايه قادر يوطي. نعم، هيدي الحركة كتير مريحة للمرأة الحبلة، خاصة لوجع الظهر تبعها، لأنه أكيد بزيد الوزن كتير على سنسلة الظهر. فنحن باليوغا بالبرينيت المجرب كتير نركز أنه نعمل حركات نخلي لها ظهرها مرتاح. إذا عملت الحركة غلط، هلا أكيد هي بتتدرب يوغا لتعمل الحركة صح. مزبوط. بس اعتبري مثلا هي شافت لنقول فيديو وعم تعمل مثله يوغا بالبيت، إذا عملت حركات غلط بنفضل بالحبل ما نعمل على الفيديو، يعني الا اذا هي اصلا حدا بيعمل يوغا وبتعرف شو يعني، ممكن ساعتها يمكن تطلع على فيديو وتعرف كيف تعمل. بس حدا ما عامل ابدا يوغا وهي حبله، افضل يكون مع استاذ
لا ننتبه شو عم نعمل، ما نكون عم نعمل شو ما كان، احسن يكون معها تيتشر اكيد هي وحبلي، ما بدنا ناخذ ريسكس يعني. اكيد اكيد. سو انا عم ببرم ظهري، الحركه مثل اللي عملناها نحن وقاعدين عم نعملها نحن وعلى ايدينا وركبنا، عم ببرم ظهري قد ما فيي، ارجع بالعكس. نحن عملها مرتين بعد. وبنرجع النص، وعلى طول اكيد بين حركه وحركه بنرتاح شوي. الراحة هي بتكون بالدقائق ولا بالثواني؟ يعني الواحد بيرتاح له 3-4 دقائق ليقدر يكفي ولا حسب الانتنسيتي تبع الحركة، بس على القليلة دقيقة عادة، مينيموم دقيقة. وحسب كمان هي قد ايه بحاجة، يعني بالاخر باخر تريمستر يوجوالي ببلش وحدة تتعب، بصير بحاجة أكثر لبوسترز بتريحها من إنه بوسترز يكون فيها حركة، فكتير بنركز على ريلاكسيشن بنصير أكثر من الحركة بحد ذاتها. رح نقرب نرجع على ايدينا واجرينا، زيت الشيء كيف كنا عم نحرك الحوض، بس رح نغير شوي بالاجر، لما رح اخذ نفس رح شد اجري اليمين لورا وعلي راسي، لما رح طلع النفس بطوي الركبه وقد ما في اقرب راسي وركبتي على بعض. نفس غميق، الركبه جالسه كان حدا عم بيشد لي اجري لورا، طلع النفس ببرم ظهري وبقرب راسي على ركبتي. 3 مرات بعد على هالجهه. اخر مره رح خلي اجري لفوق واتنفس، عم شد الكتاف تبعي لما يجي كتير تقل على الريست، طلع النفس ببرم الظهر وبريح اجري لتحت. زيت الشي على الشمال 5 مرات، باخذ نفس وبنطلع النفس. نحن بعد عنا دقيقة من الوقت. أوكي. إذا بتحبي تختمي عندك ولا عندي ما بعرف، بس شو بتحبي بهالدقيقة هيك تكون كختام لكل مرأة حامل عم بتتبعنا جوزيان؟ إنه بليز يتذكروا إنه لازم نتحرك لنضلنا مرتاحين بالحبل، ولازم يهتموا بحالهم، لأنه لما رح يجي البيبي يعني حتغير حياتهم كثير. بدنا نحمل البيبي، بدنا نرضع، إذا جسمنا منه محضر حنزيد على حالنا تعب، فنبلش نحضر حالنا من نحن أنسانت نحن وحبلي، لما نيجي البيبي نكون عن جد قادرين نهتم فيه له، بس مش يكون زيادة في أوجاع وتتراكم الأوجاع، لأن في أوجاع بدها تجي لما يخلق البيبي ونبلش نحمله. الولادة بحد ذاتها كتير تقيلة على جسم المرأة، فلازم نكون محضرين ومرتاحين خلال الحبل، حتى لي كمان من بعد ما نولي نضلنا قادرين قد ما فينا نكون مرتاحين لنهتم بالبيبي تبعنا. بس من بعد ما نولد فينا نرجع نتابع اليوغا؟ صح، بس مش دغري، بعد عادة ننطر 6 أسابيع. إن كان إذا كانت ولادة طبيعية وهي مرتاحة على الأسبوعين فيها تبلش، بس أكيد تمارين كتير بسيطة. نعم. بعد 6 أسابيع كل التمارين، بس قبل 6 أسابيع بنتفادى تمارين اللي خاصة بالأبز للمعدة، ما لازم نعمل أبداً. بس الكل إن كان سيزاريان أو إن كان أكوشمان نورمال، بعد 6 أسابيع فيهم يبلشوا اليوغا. أكيد شوي شوي منصير نزيد الجلسة، بس منبلش بطريقة تمارين كتير بسيطة ومنصير نزيدهم شوي شوي حسب هي جسمها شو قادر يعمل. اكيد. جوزيان عزار مدربه يوغا، بدي اشكرك كثير على هيدا اللقاء. مرسي. بدي اشكرك لانه عن جد بتخلينا نفهم هيدا الشيء اللي بنشوفه قدامنا، يلي البعض بيعتبره فن، البعض بيعتبره رياضه، البدكه، هيدا قد ايه قادر يريحنا وقد ايه قادر يحملنا من مكان الى اخر. وعن جد نصيحتنا للمراه الحامل اذا فيها تابع فن اليوغا لانه كثير بيريحها. شكرا لك. ميرسي لكم. ثانك يو. اهلا وسهلا فيكي. اصدقائنا المشاهدين، نحن لهون نوصل إلى ختام فترتنا الصباحية. يا رب تكونوا قضيتوا معنا أوقات حلوة ولذيذة وين ما كنتوا عم بتتابعونا، من لبنان أو من الخارج. بنتمنى أنه هالنهار ما يحملكم إلا كل خير وسعادة وأمور حلوة بتشوفوها قدامكم، وإلى الملتقى بكرة إذا الله راد، بكون معكم إلى اللقاء.